تعرفوا ان عمو شهاب عازمنا عشان نساعده هو وعصام في المطبخ؟ علشان طنط قمر مسافره البلد. جيتوا في وقتكم، يلا بينا بقى على المطبخ. ادي التلاجة وادي البوتاجاز وده الميكرويف، اكيد في طريقه تخلي الحاجات دي تعمل لنا غدا. بس بتحتاج مع البوتاجاز والتلاجة حاجات تانية زي الخضار واللحمه والسمك والرز. طب نروح نجيب الحاجات دي وانا معايا الكتاب اللي فيه الارشادات الصحيه لشراء الاكل. خد بالك يا عصام العلب ما تكونش مطبقه، لان ده بيأثر على الماده الحافظه اللي فيها. وكمان لازم نبص على تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحيه. انا جبت اللحمه وانا جبت الخضار. افصل اللحمه عن الخضار. ما اللحمه ملفوفه كويس اهو، دي ممكن تسرب نقط صغيره احنا ما نشوفهاش. ده في الاف البكتيريا اللي ممكن تتنقل من اللحوم النيه للخضار. شراء الاغذيه له اصول وتعليمات، لازم نبص على تاريخ الصلاحيه ونفصل بين انواع المشتريات. عايز تعرف التعليمات اسال 57357 عن الكتاب. جمعيه اصدقاء المبادره القوميه ضد السرطان، الانسانيه ضد السرطان، اتبرع على حساب ست ستات بجميع البنوك المصريه. للاستفسار اتصل ب 19 663.